بينما كان سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن يحتفل ولأول مرة بمنح سر المعمودية المقدس على ضفاف نهر الأردن المغطس لأحد أبناء أسرة أردنية مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يرافقه في الاحتفال قدس الأب أشرف النمري. التقى فريق نورسات الأردن سيادته في الموقع وتحدث حول قدسية هذا المكان وأهميته السياحية والدينية على حد سواء، ودعا سيادته في حديثه جميع الأهالي لأن يأتوا إلى المغطس ليمنح فيه أبناؤهم سر المعمودية، ففي هذا المكان الذي تعمد فيه السيد المسيح ونزل الروح القدس على هيئة حمامة انطلقت بشرى الخلاص إلى العالم أجمع. الشعور سوف ينتابني وينتاب أي محتفل بالعماد عندما يتم على نهر الأردن حتى لو كان للمرة المليون، لأننا عندما نعمد نستذكر أن سيد المسيح قبل 2000 سنة تعمد بالفعل هنا في هذا المكان، وفي هذا المكان انشقت السماوات، وفي هذا المكان نزل الروح القدس على شكل حمامة، وفي هذا المكان سمع دوي صوت الآب يقول للمسيح: هذا هو ابن الحبيب الذي عنه رضيت. وبنفس الوقت يتكرر هذا الصوت ويسمع عندما نقرأ هذا الإنجيل بمناسبة العماد الذي نحتفل به على ضفاف نهر الأردن، وكأننا نسمع صوت الآب يقول للطفل المعمد أو الطفلة المعمدة: أنت هو ابن الحبيب الذي عنه رضيت، أنت هي ابنتي الحبيبة التي عنها رضيت. نسمع صوت الآب، ونحن نؤمن بأن كل طفل يعتمد بينما يكون محبوبا من أهله وأقاربه هو أيضا محبوب من الله، وبنعمته ينمو بالسن والعلم والحكمة عند الله والناس. فشعور المحتفلين بالعماد على ضفاف في نهر الأردن لا يوصف لجمالية الحدث ولإيمانية الحدث ولتأثير أخذ هذا السر على ذاكرتنا ومخيلتنا. بشجع الأهل اللي بيرغبوا يعمدوا على الأقل أحد أطفالهم في هذا الموقع، لأن هذا الحدث يترك أثراً لا يمحى في ذاكرتهم، وليس مجرد أثر انفعالي إنما هو أثر إيماني يحدو بهم إلى أن يعيشوا مفاعيل المعمودية ومواعيد المعمودية في حياتهم اليومية.